راديو صوت منا الصوت ومنكم الصدى. متتبعي راديو صوت منزل بورقيبة، كما كنتوا معانا قبيل نواكبوا في نشاط الحملة النظافة اللي نظموها أهالي شارع 15 أكتوبر واللي نجحت والحمد لله. في إطار الحملة هذيك احنا واكبنا لقينا بلوتو موضوع كان لازم باش نحكيو عليه وما نجمناش نسكتوا عليه. الموضوع هذا احنا تحولنا له سور لو شان، كما قاعدين تشوفوا في المنظر الكارثي اللي ورايا، واحنا توا تحديدا موجودين امام مركز جمع ونقل النفايات المنزليه والمشابهه منزل بورقيبه. حبينا نجيبوكم معانا هنا سور لو شان باش تشوفوا هالوضعيه هذيا، وتنقل معانا السيد رئيس جمعيه سي بدر، رئيس جمعيه الصحه والبيئه اللي هو معانا توا. تفضل سي بدر. سي بدر، نشكرك سي على الاستضافة هذايا اللي تحبنا ياسر. الريحة قوية برشا ياسر، الريحة قوية. باهي، احنا حبينا نثيروا الموضوع هذايا دوك اللي أصبح معناها يشكل خطر دوك على الصحة العامة في منزل بورقيبة، ويهدد زاد الصحة والسلامة دوك تاع المواطنين في مدينة منزل بورقيبة، خاصة تويكا معناها مع الموسم ارتفاع درجات الحرارة باش يولي معناها قلق على مستوى الريحه. لا بار قلق دوك يولي ثم عنده معناها ثم تاثيرات اخرى على الصحه، تنجم يعني يكون مصدر تاع امراض. تعرف النفايات هذه تتجمع فيها الحشرات وتتكاثر فيها الحشرات هذيك تنقل معها يعني بعض الامراض وتنجم تكون معناها سبب يعني في كارثه صحيه كبيره. كارثه صحيه. باهي سي بدر، نبداو الموضوع مرحله مرحله. هذايا مصب هنا، هو في العاده مصب ديما موجود لهنا؟ لا، هو ماهوش مصب هذايا. ايوه، فسر لي الوضعية هذه. هذايا ظرف استثنائي، لكن الاستثنائي اللي دام يعني اكثر من لازم. اي، شو معناتها دام اكثر من لازم؟ باهي، نبداو الموضوع من الاول. اي، احنا توقع قدام المركز جمع وتحويل النفايات المنزليه والمشابهه منزل بورقيبه، اللي دوره باش يجمع وينقل النفايات المنزليه والمشابهه للمصب المراقب في البوزيريا دونك في بشاطر في بنزرت. والنفايات هذه دونك المركز هذا يقوم بتجميع النفايات الكل معناها اللي صادر على المنطقه البلديه نتاع تينجا ومنزل بورقيبه والمؤسسات الصناعيه والمستشفى والثكنات اللي موجوده، الكلها تنقل النفايات نتاعها المنزليه، النفايات العضويه الكل وغيرها والصناعيه زاده، يتم نقلها وتحويلها للمركز هذايا باش يقع تجميعها ونقلها للمصب المراقب. الاشكال بدا من اضراب دام 3 ايام. استأنف العمل بعد الاضراب هذايا، وقع تدارك الموضوع دوك بعد 3 ايام هذوما، لكن الاضراب عاود انطلق مره اخرى، جدد مره اخرى نظرا لعدم الحصول على العمال هذوما على الطلبات نتاعهم. دام 22 يوم. يعني هذايا حصيل 22 يوم. حصيل 22 يوم. ما يقارب قداش انت عطيتني نسبة كبيرة. انا نعطيك معدل الكميات النفايات اللي توصل للمصب المراقب منزل بورقيبة بمعدل 70 طن يعني في كل يوم. 70 طن 70 طرناتا كل يوم بين بلدية منزل بورقيبة وبلدية تينجا وبعض المؤسسات الأخرى الكل. 70 طن كل يوم وهذوما 22 يوم. 22 يوم كي نعملوا يعني ضارب 72 70 طن في 22 ما يقارب 1500 طرنات. لا حول ولا قوة الا بالله. هي 100 قداش سمحت؟ 1500 طرنات. 1500 طرنات نفايات. 1500 طرنات من النفايات. ما تنجموش تتصوروا توا واحنا قاعدين نصوروا الريحة اللي قاعدين نعانيوا فيها باش نجموا نوصلوا لكم الكلمتين هذوما. مشكور السيد رئيس الجمعية، تفضل سامحني قصيت عليك. باهي، ال 1500 طرنات هذوما اللي قابعين تويكا مدة أكثر من 22 يوم، دوك من ثم أكثر من شهر تويكا هم متواجدين ثميكا. احنا تويكا قادمين على الموسم ارتفاع درجات الحرارة اللي باش يساهم دوك في تعكير الوضع، دوك شوالي فما ديغراداسيون دوك توالي تخطيرة كيما قاعدين نشوفوا تويكا. دوك ثم الليكسيفيا دوك اللي هي تسمى الحمأة، هذه العصارة نتاع المياه اللي تهبط يعني اللي من النفايات. هذه هي وريتها لي قبيلي هذا يعني سي بدر، الماء هذا كارثة طول أي حاجة أكيد توصل لها. أكيد سموم صافية. هذاك سموم، هذاك العصارة، العصارة يعني مكونة من مواد سامة، خاطر تعرف المكونات نتاع النفايات يعني مخلطة، لكن تتخمر الزبلة هذه والعصارة الماء اللي يهبط الكل هو تسمى الحمأة هذيك اللي تهبط هذيك سائلة، هذه تحرق النبات وتحرق الأرض وتحرق الطبقة الأرضية، وإذا كان توصل للماء زاد يكون عندها زاد هي توا فخاتك ما وصلت للماء. ماشي، أنا نحرر باش توصل للبحر أكيد.
وكارثه بيان سور على الموارد الطبيعيه اللي موجوده غاديه. تأثر بالله يوضح لي السموم هذه تأثر في الموارد الطبيعية اللي موجودة غادي تأثر تقضي حتى على النباتات وتقضي على المنظومات البيئية اللي موجودة الكل معناها مهما كان نوعها. المشكل نتاعها زاد إذا كان تتكاثر يعني تسمح بتكاثر الحشرات وكان نشوفوا تويك احنا توا تشوف احتمال راه ماهوش ظاهرين لك الحشرات تتكاثر يعني في مثل المياه هذه كيما النمو صغير ويعني تولي تنقل يعني الأمراض وتنقل معناها برش حاجات وهذاك معناها الخطر اللي تشكلوا على على صحة المواطن. باهي سي بدر انتوما كجمعية دوركم هنا فاش تمثل؟ باهي احنا في المية واش هذوما تورنات؟ احنا دورنا ما بداش تويك، احنا دورنا بدا ملي انطلقت يعني ملي انطلق المشكل واتصلنا يعني بالسلطات المحلية والجهوية للفت نظر يعني المسؤولين للمشكل هذايا. وقمنا بمراسلة يعني كل الأطراف حتى من الوزارة وزارة البيئة الوكالة الوطنية عندكم مراسلات مختومة فيها الديشارج وكل واضح نكتبوا كسوسوا بارفاكس وإلا بالديشارج يعني في مكاتب بالضبط. لفتنا نظر السلطات المحلية دونك بلدية مازل بورقيبة للمشكلة هذه وضرورة التدخل يعني في أسرع وقت. قمنا بجلسة عمل مع بلدية مازل بورقيبة بخصوص الموضوع هذا. قمنا بجلسة عمل مع السيد والي بن زرت بخصوص الموضوع هذا لإيجاد حلول دونك عاجلة. يعني على حساب اتصلت بكل السلطات المعنية بالموضوع الكارثي هذا. أكيد. النتيجة مازال تويكا ثم مشكل اللي هو مشكل تكفل ولا تكلف يعني شكون باش يتحمل مسؤولية التكاليف جمع النفايات هذه. احنا نعرفوا اللي البلدية يعني كي ولا غيرها كي تجي تصب في المصب المرق في مركز التجميع هذايا تدفع معلوم رمزي لكن يتحسب بالكيلو دونك بالطرناطة قداش من الطرناطة تدخل باش تدفع عليهم البلدية معلوم للوكالة الوطنية لتصرف في نفايات. بما ان البلديه نقلت النفايات هذه وجابتهم في البلاصه هذه لكن الوكاله والا شركه خاطر هذه هو تستغلوا شركه شركه خاصه يتبع الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات لكن تستغل وتقوم باستغلاله شركه خاصه. البلديه قامت بدورها بنقل النفايات للمركز لكن المركز ما قامش بتجميع نفايات. شكون باش يتحمل تويكا مصاريف نقل النفايات هذه باش تعبى يعني في الاكياس معناها في الحاويات الكبيره. المشكل بقى هنا دونك البلديه بلديه مزبور يعني المشكل امكانيات ماديه شكون باش يتحمل تكلفه التصليح والاصلاحات هذه اللي باش تصير. صحيح هذه تويكا بقى المشكل بين بلديه تينجا وبلديه مزبور بورقيبه والوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات. لكن سي بدر الظرف توا ما يسمحش لهالصراعات هذه بين البلديات ولا باش يحدوا الامكانيات الوضع كارثي. احنا نحبوا ماذا بينا تو نتوجه زاد بدعوه المسؤولين باش نوروا يعني الوضع الصوره يعني نتاع الواقع هذا. النجم بدر سي هيثم تفضل معايا اتو نزيدوا نستحملوا ميساج معناتها الروايح احنا باش نستحملوا على خاطر نحبوا نوصلوا المعلومه كيف ما هي. فرجوا معناتها الوضع الكارثي كيما تشوف الحشرات هذيك شفتها ويك الناموس اللي قاعد يكاثر موجود يعني على سطح الماء. هذاك الخطر دونك هو اللي باش يولي معناها في المستقبل يولي معناها ينقل الامراض خاصه الوضعيه السميه يعني اللي موجود عليها. نرجعوا للتسلسل حديثنا باش ما نفوتوا حتى معلومه. قلت لك احنا توا الوضع هذا ما يستحملش التجاذبات بين البلديات شكون ينجم يوفر الامكانيات. احنا باش نتوجهوا تويكا بدعوه للمسؤولين الكل للمسؤولين على المستوى الجهوي الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات بلديه مازل بورقيبه بلديه تينجا سامحوني اما كل الاطراف المدخله باش نطلقوا صيحة يعني فزع صيحة فزع على الوضعية الكارثية هذه اللي باش تزيد تتفاقم باش يكون عندها أكيد إذا كان باش تبقى هكايا باش يكون عندها أضرار وعواقب وخيمة. باش نطلبوا منهم التدخل فورا وإيجاد حلول عاجلة للتدخل يعني فوري ونقل النفايات هذه وتصليح الوضعية على خاطر الوضع ما عادش نجم يتحمل. مرة في ريبورتاج صورت وانا قبل لقيت مجموعة من المتساكنين سواء مازل بورقيبة ولا تينجا يطالبوا باش يعملوا روندو هذا المنطقة ديما تعرف بروندو يطالبوا باش يعملوه منتزه وعندهم نظرة تفاؤلية في المستقبل وانتم كجمعية تخموا باش تعملوا له مسلك صحي في ظل الأوضاع هذه. اش من مسلك صحي سي بدر الدين؟ هو توا يلزمنا ما يلزمناش نساوي اللي هذايا ظرف مؤقت لكن ما نحبوش زاد يطول الظرف المؤقت هذايا على خاطر باش تولي يعني كما كنا نحكيو باش تولي عندي وعنده يعني
كيش نقولوا نحن انعكاسات سلبية وخطيرة على يعني على الصحة. يحب يقول قبل ما يأثر هو في الأرضية اللي تحته، هو أكيد هو لا هو أثر تويك بدأ يأثر بدأ يأثر، إذا كان ما يقعش التدخل سريع في سريع في أقرب وقت الانعكاسات يعني بتكون على المستوى الصحي، خاطر احنا تويكا على بعد كيلومتر من وسط المدينه. اي وفما منازل فما متساكنين زعما مش قاعده توصل لهم الروائح هذه كلها. الروائح احنا اذا كان الريح باش يولي معناها من القطاع الجنوبي باش يولي اكيد باش يدفع بالروائح هذه الاقرب معناها نقطه نتاع سكان زعما السكان هذوما مش من ابسط فوالا السكان هذوما زعما سؤال معناتها مش من ابسط حقوقهم على الاقل هو صافي ونظيف حي الجلي قلت لي هذا حي اقامه الجلي اي اقامه الجلي دونك قلت لي قبل ما ياثر في الارضيه هو لا هو اثر تويك بدا ياثر لكن الانعكاسات تاع باش تزيد كل ما يزيد نهار كل ما تزيد معناها الانعكاسات تكون معناها تولي اخطر وخيمه وخيمه اكثر المنطقة هذه دوك بشق حمايتها يعني في المستقبل وإحنا قمنا بندوة مؤخرا في دار الثقافة واستدعينا السلطة الجهوية والمركزية في الممثلة في وزارة التجهيز وقدمنا اقتراحاتنا بحماية المنطقة هذه من التوسع الصناعي للمناطق الصناعية المجاورة وتخصيصها كمتنفس لأبناء مدينة مازل بورقيبة في المستقبل وإن شاء الله يعني التمشي اللي ماشي فيه دونك الاقتراح نتاعنا وقع أخذه بعين الاعتبار مشتاق حماية يعني المنطقة هذه وتخصيصها معنا كمتنفس لأبناء الجهة لكن هذا ما يمنعش وأن نواصل ونحن الدعوة دونك لكل المسؤولين على المستوى المركزي ممثلة في وزارة البيئة للتدخل في أسرع وقت لمعناها للتصدي للوضعية هذه إيجاد الحلول معناها تدخل فوري معاش طب معاش نجمو نستنوا باش واحد كل واحد يرمي في الكورة لصاحبه لا أنت خلص لا أنا نخلص أخوي أنا بالله نداء معناتها السيد رئيس بلدية منزل بورقيبة وسيد رئيس بلدية تينجا والكاتب عام بلدية تينجا وكاتب عام منزل بورقيبة قبل ما يدخلوا في إطار شكون يتحمل المسؤولية احنا نعرفوا الإمكانيات على قدها لكن لو كان تسمحوا تنقلوا فورا طوى كيف ما احنا هكا وحاولوا تقعدوا على الأقل 10 دقائق في البلاصة هذية راهي وضعية ما تنطاقش احنا ما نجموش نوصلوا لكم الريحة معناتها قال لي زميلي هيثم قال لي وقتاش يخلقوا لنا كاميرا نجموا نوصلوا بها الريحة باش تشوفوا الوضعية ولا محالة ما ندوكمش بها الريحة هذية سي بدر الدين كان تنجم لو كان تسمح توري لي المراسلات اللي بعثتها سيادتك انت للسلطات المعنيه تفاضل معايا ونبعدوا شويه خلينا نتنفس احنا تو تلاقينا مع احد العاملين بمركز جمع ونقل النفايات المنزليه والمشابهه بمنزل بورقيبه خويا كيفاش نجم تخدم في الوضعيه هذه ولا نخدموا بصعوبه فما ريحه فما برشا حاجات كي واحنا ناقصين برشا يعني ما عندكمش الكمامات ولا ما عندكمش عندنا اللبسه ما كمامات برك ما عندناش ولا حكايتك هي زرارق ما عندناش ديما كل يلزم زرارق يلزم زرارق على الروايح ولا مراد ولا برشا حاجات زاد بما يقارب قداش من ساعه تقضي بحذا مصب النفايات هذا يوميا كل يوم في بالك اللي هو اختار صافي في بالنا بيختار صافي ما هذاك هو واحد مش يخدم نعرف خبزه ونعرف لكن على الاقل تحارب باش يعطيوك الكمامه هذي بالطبيعه احنا ماذا بينا على الكمامه على الريحه على المراضه ماذا بينا على كل شيء تحمينا والمراقبه الصحيه مش موجوده زرارق هذي ما فماش زرارق ما عندناش زرارق به على ما الوضع نتاعك سخفني باش نعطيك كمامه من عندي انا توا اني جبت معايا كمامه خاطر بالحق خويا راهو رب عائله انت عندك صغار في بالك لا قدر الله بعيد الشر مرض من هون يمشي للصغيرات كارثه معناتها كارثه كبيره بالطبيعه موجوده كارثه كبيره ما شو نعملوا يا سيدي خبزه نعرف الله يعينك وربي معاك وربي فضلك لوليداتك وهاتوا نعطيك توا كمامه بقدر ربي معايا من هنا احنا طلبنا من السيد رئيس الجمعيه سي بدر باش يعطينا يمدنا بالمراسلات اللي قام بارسالها الى السلطات المعنيه عندنا هنا مراسله من السيد رئيس الجمعيه التونسيه للصحه والبيئه الى السيد رئيس النيابه الخصوصيه لبلديه منزل بورقيبه والى السيد رئيس النيابه الخصوصيه لبلديه تينجا بتاريخ 15 جانفي في 2013 سي بدر تنجمش تقول لنا محتوى المراسله هذه شنو محتوى المراسله هذه هو على اثر الاضراب الاولاني دونك في الانطلاق نتاعه وقع معنا سكب عشوائي للنفايات يعني في مناطق مختلفه دخلنا ولفتنا نظر دونك السلطات المحليه حول ضروره التدخل يعني وتصحيح الوضع يعني باش ما يقعش سكب العشوائي النفايات هذه وتخلص منها
فرد مره. باهي هذه المراسله هذه تثبت اللي انتم واكبتوا الكارثه هذه منذ انطلاقتها، يعني من على اثر الاضطراب الاول اللي دام ثلاث ايام. من اللي بدا الاضطراب الاولاني دونك من ثلاث ايام وطلبنا لهنا كنشوف. وفما دونك طلبنا يعني لهنا داخل فورا لجمع كل ما تم التخلص منه من النفايات، جبر الاضرار التي لحقت بمحيط البحيره كاجراء استعجالي، ووضع خطه وتخصيص مكان لاستعمال مستقبل هذه الحالات قريبا من مركز التحويل واعلام كل الاطراف به. وبعثتوا للسلطات في اطار المراسله هذه الصور اللي كانت موجوده من الاول، يعني هذه مازالت ما وصلتش لل 100 واش طن اللي حكيت عليها قبيل. هذه مصاب نتاع 3 ايام لهنا، مصاب نتاع 3 ايام اللي هو موجود يعني وراء المركز التحويل. دونك لهنا كان ثمانيه وانا باش نتخلصوا منها يعني مره، لكن قمنا بالتدخل ودخلت البلديه. هاكا ديما الكاشي لو 15 جانفي 2013 معناتها دخلت البلديه دونك ولموا يعني اش لموا، لكن ثم برشا اللي بقى. وعندك زيد سيد رئيس الجمعيه المراسله الثانيه الى السيد رئيس النيابه الخصوصيه بمنزل بورقيبه بتاريخ 27/2/2012 حول السكب العشوائي للفضلات المنزليه بمنزل بورقيبه. الكاشي هو 27/2/2012 بلديه منزل بورقيبه. المحتوى المراسله هذه شنو؟ كيف هو هذايا سامحني احنا بدينا بالعكس، هذايا 27 جانفي، هذايا 27/2/2013 هذا منذ انطلاق الاضراب، وهذايا 15/2/2013 هذه 2012 دونك المره المراسله هذه فيما يخص شنو؟ كيف نفس الشيء دونك ثم سكب عشوائي من طرف دونك المصالح النظافه يعني بلديه مازن بورقيبه ولفتنا نظرهم. يعني اللي حابين نقولوه هو ان يعني ثم مواكبه جوستومون هذا شنو حبيت نقول؟ مواكبه يعني لكل اخلال يعني يعني اي حاجه تصير تخص البيئه والا الصحه الجمعيه نتاعكم تواكبها من الاول وتقوم بارسال مراسلات ولكل السلطات المعنيه باش نحب ان نوضح. تفضل يا سيدي تفضل. من اهم من اول هدف من اهداف الجمعيه هو لفت نظر السلطات الناموس خايف حول التجاوزات والاخلالات الصحيه والبيئيه. هذه من مشمولاتنا ومن مهامنا وانا ندخله ونلفت نظر الاطراف المعنيه على الصعيد على المستوى المحلي ولا المستوى الجاوي ولا حتى على المستوى المركزي. ويذكر خونا هيثم كما خرجنا مره في زياره ولفتنا نظر وزاره البيئه حول التجاوزات الموجوده في محطه طهير في منزل بورقيبه. واضح. دونك هذا دورنا نحن نقوم به في نطاق المحافظه على البيئه في بلديه منزل بورقيبه. باهي يا سيدي مشكور، يعطيكم الصحة، نشاط فريمون تستحقوا عليه كل الشكر والتقدير، إن شاء الله صوتكم يبلغ كجمعية أولاً وكمواطنين ثانياً، احنا نساندوكم بدورنا من موقعنا هذايا على خاطر مادابنا كلنا ولاد منزل بورقيبة، دونك كل من موقعه باش يحاول يوصل صوت يصحح وضعية. ديما نقول رانا ماناش نحاربوا في حتى سلطة، احنا نعرفوا اللي الإمكانيات على قدها، لكن والله 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 الوضعية كارثية، احنا توا نصور وما نقولكمش قداش استحملنا باش نجمنا نوصلوا المعلومه هذه. السيد اللي يخدم هنا يا رب عائله كيفاش ينجم باش يستحمل الروايح هذه؟ فما ناس تتمنى ترى روندو بصفه اخرى وتتمنى ترى روندو مسلك صحي والا منتزه للعائلات محاط بالامن والكل. هذا نداء صرخه فزع كما قال السيد رئيس الجمعيه. نقص الخطر لازم باش نصيبوه. قلبي غم عليا. ان شاء الله صوتنا يوصل وصوت رئيس الجمعيه والاعضاء نتاعو مشكورين، وان شاء الله ربي معنا. الى اللقاء.